مبارك وقرب حلول عيد الفطر السعيد. بهنيكم جميع وكل عام وانتم بخير وينعاد علينا وعليكم جميع بهذا البال. في هاي المناسبة بدي أشكر من صميم قلبي سرية الكشاف الإسلامي، سرية الكشاف الأرثوذكسي بقيادة الأستاذ جاسر عواد، سرية الكشاف الإسلامي بقيادة الأخ المحامي مصطفى حيدر، فرقة النجوم وفرقة جفرة الدبكي. يعطيكم العافية، تألقتوا الليلة في المسيرة. بديش أطيل عليكم أنا، هذا الجموع يثلج الصدر، يدل على شيء، يدل على الألفة والمحبة الموجودة بين أهل البلد الواحد. يا إخوان، هذا الكلام موجه للفرق، سرية الكشافات الأرثوذكسي كمان والإسلامي وفرق الدبكي الجفرة والنجوم. هذه المؤسسة اللي شايفينها هون، المركز الجماهيري، اليوم بعد افتتاح المدرسة ونقل على مكانها الطبيعي في حي المشيطية غربي البلد، هاي المؤسسة موجودة لخدمتكم، لمكان تدريب لكل الإخوان وكل الفعاليات. في إمكانكم تتجهوا للمجلس المحلي من أجل إنه إحنا نرتب الأمور كيف أنتم تفوتوا على المؤسسة اللي هي أصلاً وجدت من أجل خدمتكم جميعاً. كمان مرة بتمنى الصحة للجميع، ما بدي أطيل عليكم الحديث كثير، بتمنى الصحة لكم وكل عام وأنتم بخير وينعاد على الجميع بدات البال. شكراً لكم، أهلاً وسهلاً فيكم جميعاً.